قاعد صلاة النبي والله. ايه هو فلوس صويا استنى استنى دي شو كان مهم بطل بقول لا بابا مش حاجه دي انا بتقول لي حق عبد دي يفضل مع زراعة الفول الصويا. خط ثلاثة فول وواحد ذرة تمام حوالي كده عشان تمام. اما الفول الصويا عالي جدا اخيف في الثاني جدا ما شاء الله. فول الصويا ما الناس تتجه للكلام ده والله. طبعا بس احنا كلنا مش عارفين احنا كلنا عندنا بهايم وبتدور على انها ذرة بالسطح نخبز يعني مش عارف ايه لكن الفول الصويا كانتاج احسن من البطاطس. تمام البطاطس طبعا محطوط شتوي تمام اما الفول الصويا محطوط صيف تمام في الصيف صويا 100% بس في عب الدهلية بيزرعوا على طول زرع في عب الدهلية السبت الحلوبية تزرع منه دلوقتي مكان البصل والأرض اللي فيها نسبة رطوبة عالية تمام بيخشنوها بالسمسم تمام محصول ده حلو بيجيب انتاج برضه جدا 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 وناس كتير اللي جربوا يتكلم عنه تمام هي الحياة كلها تجارب ايوه صح صح مش حد ما احترم كلنا اتعلمنا من بعض ايوه صح والله العظيم هو الناس ما بتفكرش انها تطور في نفسها وماسكين في الذره والقمح وخلاص دي فاهم الازياء ده محصول يا باشمهندس ده محصول اسمه محصول تقليد ما كانش حد عندنا يزرع البطاطس سابقا صح دلوقتي الله اكبر بسم الله ما شاء الله الفلاح العادي بيزرع قرتين وثلاثه معناته ان هو ده طعمه صح فهو سبحان الله ربنا قال كده وكل مجتهد نصيب تجتهد تلاقي تمام تجتهد وتصرف فلوس على البطاطس الفدان ممكن يزور في 100,000 جنيه لكن ربنا يديك منه احسن من تمام فنزع الله سبحانه وتعالى بس السعي تمام الله يبركك الله يبركك عم حاج عباس كلمه رائعه والله تمام